الكاتب المسرحي الكبير محمد أبو العلا السلاموني، من دراسة الفلسفة إلى خشبة المسرح، ممثلاً ومؤلفاً وأكاديمياً ومسؤولاً، درس الفلسفة وعلم النفس في جامعة القاهرة، ثم عمل بالتدريس لفترة قصيرة قبل أن ينتقل مديراً للفرق القومية المسرحية. وتتواصل رحلة أبو العلا السلاموني بين الهيئة العامة لقصور الثقافة ورئاسة تحرير سلسلة نصوص مسرحية إلى عضوية اللجنة الدائمة للمسرح بالمجلس الأعلى للثقافة، واللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح، ولجنة اختيار مدير فرق البيت الفني للمسرح المصري. رأس السلاموني لجان التحكيم في العديد من مهرجانات المسارح المصرية والعربية، وحصل المسرحي الكبير على جوائز وأوسمة رفيعة لدوره الرائد في الحركة المسرحية، ومنها جائزة الدولة التشجيعية في الآداب، ووسام الدولة في العلوم، وجائزة الدولة في التفوق. كما نالت أعماله على جوائز دولية من منظمة الإليسكو ومهرجان قرطاج، وميدالية ذهبية على المسلسل نسر الشرق صلاح الدين الذي أخرجه حسام الدين مصطفى، وعرضت له أكثر من 30 مسرحية على جميع مسارح مصر، وشارك في إخراجها كبار المخرجين ومنهم عبد الرحيم الزرقاني وسعد أردش وكرم مطاوع وجلال الشرقاوي. كما كتب للمسرح الخاص والمسرح الاستعراضي، وكانت له تجربة رائدة في المسرح المدرسي، حيث قام بتحويل بعض المناهج إلى أعمال مسرحية. وللسلاموني بصمة بارزة في الدراما التلفزيونية الاجتماعية والتاريخية، ومنها البحيرات المرة، الحب في عصر الجفاف، صفقات ممنوعة، رسالة خطرة، أحلام مسروقة، الورثة، المتاهة، قصة مدينة، حكاية بلا بداية ولا نهاية، اللص والكلاب، كفر الجنون، الفراشات تحترق دائما، نسر الشرق صلاح الدين، زهرة الياسمين، محمد علي باشا، سنوات الحب والملح، والمصري أفندي.